السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم بمقطع جديد. يعطيكم العافية على الدعم الأسطوري للسلسلة الأسطورية. وكذلك بدون مقدمات نخش على الحلقة. شوفوا يا شباب، قاعد أعزف لكم جيتار. تعلمت الجيتار عشان بس اعزف لكم تتحمسون وتضغطون على زر اللايك. لا امزح يعني اللي بيضغط لايك يضغط واللي ما يبي بعد يضغط. تمام يا جماعة الخير، اليوم حلقتنا راح تكون حلقة بإذن الله مميزة. اول شيء خلونا نشوف الساعة كم الحين، لان انا بدي يطلع الصباح والساعة 11 مرة مطولين. طيب في الصباح راح اسوي لكم شيء مرة اسطوري. طيب ايش راح تسوي لنا؟ راح نروض احصنة. لا امزح ما راح نروض احصنة. راح نسوي مزرعة. شفت وايد كومنتات يقولوا لي عيسى سوي مزرعة، عيسى جيب حيوانات وربيها وبيع المحصول وبيع الانتاج وبيع اللحوم وبيع الحليب. هذه الفكرة دخلت في مخي، لان انا خاصة عند بيتي في قفص للحيوانات صغير. احنا نقول قفص بالامارات اللي هو هذا بيت الحيوانات، ما ادري شو تقولوا، اكيد قفص يعني. انا ما ادري ليش اعملكم كانكم انتم اجانب. طيب قبل كل شيء خلوني اشتري اكل على ما يطلع الصباح يعني. وكذلك لا، قبل ما نشتري اكل ابي، والله وايد شغلات ابي اسويها. ابي اشتري زجاجات مويه فارغه وبروح اعبيها وانقي الزجاجات. ايوه هذه هي الزجاجات. نشتري 20. ايوه اشترينا 18، ما طلع يعطينا 20. والشيء الثاني لحظه، هذا شو كارت بطاقه حظ يا نصيب يا شباب؟ خلنا ناخذها بنشوف. طيب وين الكرت اللي اشتريته يا شباب؟ ايوه هذا هو الكرت، خلينا نسوي له يوز. تخيلوا اربح. طيب يا شباب خلونا نسوي سكراتش. اوه والله رهيب. تخيلوا اربح مليون. ما عندهم مليون هنا وشكله ما في شيء. 50 دولار، ليتس جو. 50 دولار يا شباب. طيب كيف اشيلها؟ اوه اعطوني 50 من ثلاث. والله ما كنت اعرف عن السكريبت هذا او عن المنتج هذا. خلنا نقول مره ثانيه بشتريها يا شباب. والله ما كنت اعرف، صار بشتري 2 لانه 3 دولار. يلا نجرب مره ثانيه. اوكي يا رب. راح انا بلشت من اليمين ببلش من اليسار. لا احنا اهل اليمين، ببلش باليمين مره ثانيه. اوكي يا رب 50. 2 دولار. اوكي 2 دولار. يلا مو مشكله. يلا مرة ثانية. يلا ليتس جو. ببلش من النص الحين. 2 دولار. مرة يا شباب، والله آخر مرة. ها شوفوا اشتريت وحدة بس. يلا بسم الله. أوكي دولارين. أوكي معناتها بس الحظ الأول مرة جاني كان حلو. طيب نروح نعبي موية بالزجاجات بسرعة على ما يطلع الصباح. وين نعبي الموية؟ والله نسيت وين نسيت. أيوه هنا. يلا نعبي. أول شيء نعبي السطل، بعدين نروح هناك الكرافتنج ونسخن الماي، وبعدين بيصير صالح للشرب. ليتس جو. وصلنا الحماس، وصلنا الحماس. طيب هذه هي النار حق الكرافتنج. يلا. طيب نروح على الفود اعتقد، او سيرفايفل. اي هذا هو الووتر. راح نسوي 16. اول شيء بنسوي 1. الواحد بيعطيني 6 زجاجات حلوين. خلينا نتاكد. ايوه صار عندي. وين هذول فاضيات المويه هنا. اوكي يمديني اسويها مره ثانيه علشان يكون عندي 12 مويه. سرفايفل ووتر كرافت، حط رقم 1. يلا ليتس جو. لازم اجيب مويه مره ثانيه. نسيت. لازم اجيب مويه اللي بالسطل. انا وين رايح؟ والله يا شباب وجعني راسي والله. عبينا الماي الحين المره الثانيه. يعني من كل سطل يمديك تسوي 6 علب او زجاجات. نروح مره ثانيه على السرفايفل، بعدين ووتر كرافت، حطي رقم 1. ويلا ليتس جو. خلاص الحين الامور طيبه. عن الاكل لازم اجمع اكل هنا، لان هنا يعطوني توت بري. شوفوا انا وحظي بس غالبا يطلع توت او فراوله. ايوه طلع لي روزبيري، ممتاز. كذلك خلنا نشوف وين لازم ندور في البوشات. انا قاعد اسوي الشيء هذا على ما يروح المطر ويطلع الصباح، علشان يكون تكون المزرعه والحيوانات اللي بشتريها يكونوا واضحين واعرف اتصرف، ما يكون كذا ظلام وصعب. اوكي ليتس جو. يلا بسرعه. ما حصلت كم عندي توت انا؟ وين التوت؟ عندي بس 6. اوكي حصلنا بعد مرة ثانية روزبيري. الساعة كم الحين؟ اوكي الساعة 2 بالليل. على الساعة 5 أو 6 راح نبلش، لأن بتكون الشمس خلاص يعني بلشت تطلع. كذلك قلتوا لي أسوي مزرعة، يعني لازم أزرع كذلك مو بس أجيب حيوانات. أنا الحين في قسم المزارع. اوكي بلو بيري حصلت الحين. راح خلاص هنا آخر مرة الحين، راح أفتش بالأكل وأوريكم شو الأشياء اللي يمديني أشتريها. طبعا لازم تشتري بذور. اوكي هنا المكان. ايوه هنا.
اوكي مثل ما انتم شايفين انا عند سوبر ماركت الفواكه اللي هو فارمرز اللي هو حق المزارعين، اشوف الاشياء اللي موجوده هذه كلها يمديك تشتريها، حرفيا كل شيء يمديك تشتري. شوف شغلات مره كثير، شوف البذور هذه واكثر بعد اكثر من هذول، يعني على سبيل المثال هذا جزر وهذا نعناع او نعنى تقولوا نعنى اعتقد. طيب انا ليش كل ما اتكلم احب اقارن بين يعني لهجتنا او الكلام اللي نقوله بالامارات مع الدول الثانيه، احس الموضوع ممتع. برتقال وحليب وات ملك ويد من مثل حليب لا ايش اسمه شباب زرع. طيب ابي ازرع شيء واحد عشان بس اتعلم انا حاليا. شكلي باخذ الجزر يا شباب مع ان اسعارهم كلهم نفس الشيء. خلاص باخذ جزر، راح اخذ كم شجرة جزر؟ اخذ ثنتين بس، ناخذ ثنتين لان مثل ما خبرتكم احنا نتعلم. طيب في شغلات لازم تشتريها علشان تزرع، اعتقد لازم اول شيء لازم تجيب لك المجرفة هذه. كم سعرها؟ لحظة اوكي كلهم على $10. طيب نشتري المجرفة ونشتري اللي يقص الورق، لازم الورق الطوال اعتقد لازم تقصهم. البوكيت حق الموية عندي، هذا عندي خلاص معناته كذا تمام. بس اعتقد لازم شو اسمه هذا السماد، تعرفوا هذا المواد الكيميائية اللي يحطوه على، اعتقد خلاص يكفي كذا. بس ليش في ليمون كذا لحاله؟ خلينا نشتريها يمكن وضعها شيء ما ادري. طيب طيبين طيبين يا شباب. اوكي يا جماعة الخير اخذت بريك على ما يطلع الصباح، مرة طول بس القمر لسه موجود. اي صح القمر قاعد يصور. امزح امزح امزح، هاي قلته في مقطع قديم ما يصير، ما يصير تقول الدبات مرة ثانية. طيب حصاني وين انا؟ الحين بنشتري كم من حيوان، ما يمديني اسرق حيوانات. يا عمري الخنزير الصغير، بس تظل خنزير يعني. طيب افكر اسرق حيوانات اوديهم هناك بس انه ما يمديني اربيهم. شو يا عيسى شو اللي قريته في الديسكورد يقول لك ان الحيوانات هذه اللي تشتريها، حصان اللي اسمه راضي يجي، الحيوانات اللي تشتريها يمديها تكبر على الايام وعلى الاكس بي، يعني مثلا تشتري الحيوان اول شيء يكون صغير يكبر يصير ينتج لك، اذا كان حيوان يقدر ينتج ينتج لك، يعني عندك الحليب البقر عفوا. والله اليوم الحلقه كلها معكوسه. البقر يجيبوا لك مثلا حليب، الخنازير ما ادري شو يجيبون صراحه. المهم كل حيوان اللي بشتريه الحين والدجاج والبط وهذول يجيبوا لك بيض ويمديك تبيع البيض والشغلات هذه. فانا بقول لكم الحيوانات الموجوده الحين، ثواني ثواني يا شباب. بس قبل كل شيء لازم احط مويه في السطل، اخلي المويه اللي عندي فيها. يا عيال والله العظيم ما قادر اتكلم اليوم. طيب اعبي السطل مويه، يلا اعبي السطل مويه علشان راح ايش فيها لمسني، علشان راح نزرع اليوم. الحلقه راح تكون محاكي المزرعه. طيب اعبي السطل، طيب جيبك، ما ادري شلون يحط في جيبه بهالكبر بس انتم مشوا معه. طيب يلا الحين نروح لمحل الحيوانات ونشتري حيوان يا شباب. بشتري حيوانين ولا حيوان واحد؟ حيوانين حيوانين مبدئيا، حيوانين كل شيء اثنين، يعني جبت شو اسمه شجرتين والحين راح اجيب حيوانين. اوكي من هنا حلوين. طيب يقول لي في دجاج وفي ديك وفي تركي اللي هو ديك الرومي وفي رابتس وفي جوتس ماعز وفي خرفان وفي خنازير وانتم بكرامه وفي ابقار وفي بولز. البولز ما ادري شو هذول البولز، اعتقد الثيران الثور اعتقد اسمه بولز. طيب انا بشتري بقره، شوفوا بشتري بقره واحده ودجاجه واحده. طيب خلينا نشوف اسعارهم. في انواع وات، شوفوا كم نوع للبقره بس كلهم ب 90 كلهم نفس الشيء. طيب انا بختار بابيض مع بني مع ابيض. يلا بسم الله. اوكي اشترينا بقره، الحين نشتري دجاجه. دجاجه رخيصه بشتري واحده بس، بس لازمها ديك عشان تبيض. طيب انا حاليا ما بهم يتكاثروا، ابيهم بس قولوا معي ابيهم بس يعيشون بسلام، هذا اللي ابي حاليا. واكتشف الموضوع ومن اتعلم راح ازيد الحيوانات ان شاء الله، يكون كل شيء سهل واتعلم عليها الحين يعني ما ياخذ وقت. طيب ما في حد فالنتاين، حلو ما في، راح اخذ راحتي. بيتي مره قريب من فالنتاين، شوف فالنتاين وين بيتي، بعد الجبل هذا او بعد التل هذا، شوفوا تركب على الجبل هذا خلاص تنزل الاقي البيت هناك. طبعا حطيت شغلات كثيره بالبيت، المجوهرات تذكروها بالمقطع اللي مضى حطيتها بالبيت. في احسن في احسن في احسن، شو هذول بلاك وش شو هذا؟ كاني قريت كلمه بلاك، وين راحوا الاحسن؟ على ما طلعت الحبل الكل هرب. ايوه هذا قدام. طلع التينسي يا شباب، بس رهيب والله، لونه رهيب. اي هذا اللي كنت ابي اتملكه يعني تذكرون. مو مشكله شباب، انا الحين خليني اركز على هدف واحد علشان ننجح فيه. دائما لما تركز على اكثر من هدف تتشتت، لازم تخلص الاشياء اللي معك. طيب شوفوا يا جماعه الخير، طبعا هذا بيتي الكل عارف، وهذه المزرعه بس مره صغيره، توقعتها اكبر والله. طيب راح نحط
بحطي الدجاج. هذا مكان دجاج صح؟ عمديني ادخل اشوف. طيب هذا حق الدجاج، والبقره بحطيها هنا صح. احنا المكان ضيق عليها، بس شو اسوي يعني مجبور. طيب خلونا نجيب البقره، نضغط قالوا لنا نسوي سلاش فارم انيمال. اوكي مفروض ان يطلعون الحيوانات. انا كتبت فارم انيمال، هو لازم هو فارم انيمالز، لازم اضيف حرف الاس. يلا بسم الله. اوكي يقول لي مين تبي يكون موجود الحين، يعني مين تبي ترسبن؟ ابي ارسبن اول شيء البقره، اول شيء الدجاجه. لا اول شيء البقره، اخاف البقره لما تنزل تذبح الدجاجه لانها ثقيله، عرفتوا؟ طيب هذه البقره سوي عليها شوز. اوه بسم الله الرحمن الرحيم، يا عمري البقره الصغيرونه. هلا يا قلبي، هلا والله. اح 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 هيرد وجرازي. شو معنى جرازي؟ خلينا نشوف شو جرازي. فار شو يور انيمال از جرازينج اوريدي. شو معنى كلمه جرازي؟ والله خلينا نتاكد منها من جوجل، من جوجل ترانسليت. اوكي يور انيمال فينيشد جرازينج. جرازينج ثواني، يرعى يعني كأنها قاعد ترعي. اوكي قاعد تاخذ حشيش و يعني تاكل حشيش وكذا وتستكشف المكان، هذا اللي جرازي. طيب وفي عندنا كذلك الهيرد، شو معناته الهيرد؟ في فولو، كأنها تلعب يعني صح. طيب الحين خليتها انا تتبعني، خلنا نشوف هل البقره تتبعني ولا لا. اوه والله تتبعني يا شباب. يا عمري يا بقرتي الحبيبه. طيب وانا اشوف الاكس بي حقها، اعتقد من نفس المكان كاو. طبعا لازم اخليها يعني تاكل الحشيش علشان ثواني خلنا نسوي هيرد. شو معناته هيرد؟ ابي اشوف هيرد انا. تعالي يا البقره الحبيبه، شو اسميها يا شباب البقره هذه؟ بقورتي، اسميها بقورتي. خلاص بنسميها بقورتي يا عيال. بقورتي تعالي، تتبعني هذه ولا ما تتبعني؟ اي والله تتبعني يا عمري، والله ما يمديني العب معاها. يمديني اركب؟ يمديني اركب؟ لا مستحيل بتقتلها يا عيسى، بتقتلها. طيب خلنا نشوف، انا هذه الكلمه ما اعرف شو معناتها انها تروح. تصير انها بدها تنطح يا عيال الاغراض، شوفوا تروح للاغراض تبي تنطحهم. شوفوا 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 تروح للاشياء وتبي تنطحهم كذا. طيب حاليا انا بخليها تجي داخل، خلني نسوي لها، بخليها ترعي وتاكل الحشيش اللي داخل علشان تكبر وتصير قويه، وبعدين يمدينا نطلع منها شغلات طبعا. الحين خلنا نسوي، تعالي تفوتي داخل، دخلي داخل. وسكر الباب الحين خلاص خليها ترعي يا شباب، ممتاز. الحين راح نرسبن الدجاجه كذلك، خلنا نجيب الدجاجه. اوكي وين الدجاجه؟ بس يمديني ارسبن وات. لا موجوده، والله ما شفتها يا عيال، شوفوا كيف صغيره الدجاجه. سكر 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 الباب، سكر الباب. فوت يا البقره بقورتي، لا حول ولا قوه الا بالله. الامور طلعت عن السيطره يا شباب. هاش اسميها؟ دجوجتي وبقور، بس شو هالاسامي؟ ها قاعده ورحت البقره يا هي قاعده تاكل الاغراض، هي الحين تاكل الحشيش. يلا خليهم يلعبون هنا، مو مشكله. خلينا نشوف هذه وضعها شلون. هاي بعد نفس الشيء تسوي لها جريز، شوفوا تصير تاكل، راح تلبل الحين، راح يطلع على طول راح تلبل ليفل واحد. شوفوا دجاجة راح تجيب لي بيض، يمديني اشتري بوكس للبيض وبعدين احط البيض مثلا عندي هنا بالمزرعه. والله راح اسوي مزرعه اسطوريه وراح يكون انتاجها مره قوي، اي شيء اطلعه من هنا راح ينباع عندي بالسوبر ماركت. شوفوا صارت الاكس بي 25، الحين عمرها صفر، لسه العمر صفر، وحتى بحاطين لي بالخريطه شوفوا في علامات بس باللون الاصفر، هذول حيوانات. والله شيء روعه يا شباب، شيء روعه. طيب خلينا نشوف في حد اشترى اغراض ولا. 76، في حد اشترى مني اغراض، ليتس جو. خلينا نشوف شوب انفنتوري، اشترى كل المجوهرات. اشتروهم يا شباب. بس انا يا عيسى انت فاتح متجر عشان تحطين لنا فأر داخل وعصفور صغيرون، ما يصير. طيب انا عندي مجوهره اكتشفتها البارح، هذه بحطيها ب $10. الناس ما يعرفون والله، لان اصلا ما تدخل شيء للامانه. انا ما ادري اذا صورت لكم حلقه المجوهرات ولا لا، بس اكتشفنا يا شباب اسعارهم يعني، وانتم بكرامه زباله، والله ما يجيبون لنا شيء ابدا. خلنا نطلع الحيوانات هذول ابيعهم، لان عفنوا هنا بالمتجر وما حد اشتراهم. الحين خلونا نسحب الفلوس اللي موجوده. $76. يا سلام شوفوا المتجر كيف، شوفوا المتجر اسطوري، يعني جبنا $67 في اقل من يوم. وين راحت البقره؟ طلعت برا يا عيال، طلعت برا بيذبحونها والله، خاصه بالليل. لا حول ولا قوه الا بالله، وينها؟ شوف راحت عند الحيوان هذا. حصان هنا، يا بحصان تعالي 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 يا سكرانه تعالي. يلا ركض 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 معي، ركض معي. ايوه 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 تعالي. باقي لنا الزرع يا شباب، لازم نزرع شجر شو اسمه الجزر. دجاجه هنا، وين الدجاجه؟ الدجاجه مره صغيره ما تبين يا عيال. تعالي انت بعد. طيب البقره جايه، البقره مره بطيئه، تركض وتوقف تركض وتوقف. خلونا نشوفها بالمنظار على ما توصل. ايوه هذه البقره. والله شغله ولا اروع يا شباب. تخيلوا ان هذه اللعبه في ردد
يعني لعبة ردد داخلها فيها ألعاب محاكي، محاكي المزارع، محاكي ما أدري شنو، والله شيء روعة. طيب الحين الجو خلاص رح يطيح مطر، لازم نخليهم داخل. تعالوا داخل، يلا تعالوا تعالوا لو سمحتوا تعالوا. يلا ليش ما في احد اجى؟ بلشنا ما يسمعون. لا لا وصلوا وصلوا، بس مره بطيئين. شوفوا الحين راح يجوا. ها طلعت البقره، بس الدجاجه وين؟ ايوه هذه جات، بس الدجاجه مش موجوده. الدجاجه وين يا الله؟ لحظه، هي موجوده وانا ما اشوفها ولا شنو؟ اسمع صوتها، والله اسمع صوتها بس ما اشوفها. اي هذه موجوده بالخلف يا الله. هذه متى بتكبر يا شباب؟ مصيبه، هاي بتضيع هنا، ما راح اشوفها. طيب خليهم هنا، تعالوا. البقره تضحك، سمعت الكلام. جيبوا لي اسامي يا شباب، ابي اجيب اسم للبقرة واسم للدجاج. طيب وين الدجاج؟ الدجاجة وينها؟ أيوة بطيئة الدجاجة يا الله. أيوة تعالي بسرعة بسرعة، تعالي تعالي. ها يمديني يدخل، خل الدجاجة تجي هنا. أي يا عيال علقت، يا عيال علقت، أنا أصلا شلون دخلت هنا؟ شباب أقسم بالله شكلي علقت، شكلي على خسرت انا الدجاجه وهم الراعي. يا حصان يسوي لي اي شيء يا الله. خلينا نحط الحبل على الحصان، يمكن يطلعني او شيء. لا يا عيال والله العظيم علقت، ما الحبل ما يوصل برا. ايوه ليتس جو، الحمد لله. تعالي يا تعالي يا الدجاجه، سوي لها فولو. ايوه كفو، الحين سكر الباب. كفو سكرنا الباب. طيب الحين لازم نعطيهم امر ان ما يلحقوني. شلون؟ نسوي لهم جريز، بس اخاف جريز يطلعون مشكله، ولا هيرد. تمام اعتقد الوضع تمام، الحين ما راح يطلعون، ثبتناهم داخل يا شباب. ليتس جو. الحين عندنا كذلك وين نزرع الاشجار؟ الاشجار ممكن تكون هنا بالخلف صح؟ لا لا مكان ما هو مناسب. اوكي البقره عمرها 12 انا جايبها. طيب راح يكبرون مع الوقت مع الايام، ما ادري متى يكبرون، بس انا ابي مكان الحين للزرع يا شباب، ابي مكان مناسب اني ازرع شجرة الجزر. اعتقد هنا تمام. او انا عندي نار، والله ما كنت اعرف ان عندي نار. يمديني اقعد هنا؟ لا ما يمديني. طيب انا المفروض اني اجيب البقر داخل صح؟ اي والله المفروض اني اخليهم هنا، مو افضل؟ والله الظاهر هنا افضل يا شباب لان المكان كبير. طيب راح ننقلهم، راح ننقلهم بس بعد ما نسوي شجرة هذا، شجرة الجزر. يلا بسم الله نسوي شجرة هنا، اعتقد مكان مناسب. يلا بسم الله، يقول لي اضغط اي علشان تحطيها بالارض. الوين والله العظيم، اوه الحماس، حماس يا عيال والله حماس. ليتس جو. اوكي قاعد يرمي البذور، يرمي البذور، يخرب بيت ام الواقعيه. وتلوموني وتقولوا لي عيسى ليش ما قاعد تلعب جراند؟ تقارن هذه بجراند؟ اوكي جراند راجعين لها، جراند لها جوها ثاني، هنا جو استكنان، جو واقعيه، شيء رهيب والله. اوكي 30 ثانيه. ما عندي، شفتوا ما عندي الفرتلايز اللي هو السماد يعني، او ممكن عندي مويه بس. You don't have the current fertilizer. ما ادري ايش اسمه يا اخي، ما عندي اياه. مصيبه والله مصيبه. خلوني اشيلها ثواني، هاي يعني ما ادري شو ضغط. لا قاعد يقطع الاوراق الزايده. طيب مو مشكله، زرعنا الحين الشجره هذا هنا، وكذلك نزرع الثانيه هنا جنبها، شو رايكم؟ السماد هذا يمديني اصنعه يا شباب بالكرافتنج اعتقد، اذا ما خاب ظني بالكرافتنج. الحين بشوف النار، اروح النار، واعتقد ان شفته هناك اذا ماني متاكد. اوكي سرعه ارمي البذور. يا سلام مستمتعين، اجواء روعه، عندنا حيوانات. قلت لكم محصول المزرعه في البيت هذا راح ينباع كله بالمتجر هنا. اوكي طبعا في عداد، ما ادري عداد شو وضعه، اعتقد اذا نزل راح، او لازم اخلي ما ينزل، لازم احطيه للسماد. طيب وين النار؟ النار هنا، ما ادري اذا النار، انا الكرافتنج شغال عندي بالنار هنا ولا مو شغال. مو شغال. اوه هنا في كرافتنج، حلو. طيب نروح على سيرفايفل اعتقد. اي هذا موجود، شفتوا شو يحتاج؟ يحتاج روج، 2 حصى وفايبرز. يا الله الاحجار كلها بعتها، الاحجار كلها بعتها يا عيال، لازم اجيبها من المايننج الاحجار. لا حول ولا قوه، يمديني اجيبها اعتقد، يمديني اجيبها. طيب الفايبر سهل، الفايبر يمديني اجيبه من الاشجار، من الفأس. ثواني يبون اوراق شجر، يلا قطع بسرعه، بس لازمنا حجر. ما ادري ما اعتقد، ما اعطاني فايبر، اعطاني ملح، انا ما اريد ملح الحين. تعال ترى بسرعه بسرعه، قطع قطع اشجار، قطع اشجار. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يا رب فايبر. لا اعطاني وود، ابي فايبر فايبر، انا متاكد يعطيني فايبرز، متاكد اعطاني وايد اشياء بس ما احتاجهم. يا رب يا رب فايبر، ركزوا معي، بيطلع لك. ايوه حصلت فايبر. كم عندي؟ كم اعطاني فايبر؟ اوكي اعطاني واحد، خلني بعد نزيد. هو يبي اثنين، يبي اثنين فايبر.
محتاجين اثنين فايبر يا شباب. اعطاني بول ما ادري شو هذا البول. حلو والله بيتي فيه كل شيء، شوف فيه اشجار وفي كل شيء، بس لو عندي مايننج هنا قريب حلو لازم اضرب مشوار لانسبيرغ. ما ادري اذا الاشجار بتموت قبل ما اوصل، لكن لازم اروح الحين باسرع وقت. بس ناقصني فايبر، ناقصني فايبر يا شباب. اوكي حصلت فايبر خلاص، يلا بسرعه بسرعه يا حصان نروح. شيل الفاس من ايدك. اوكي خلينا نشوف الوقت كم الوقت صاروا. 27 28، راح نلحق. اعتقد قبل ما يوصل صفر. الله على الحيوانات، صارت تطلع لي الحيوانات لما ابيهم ما اشوفهم. خلنا نشوف شو الحيوانات هذول، بس اشوف اساميهم. لا هذول رخيصين، ما احتاجهم. لازم اروح باسرع وقت واجيب احجار. مو لازم اشتغل بالمايننج، في متجر يبيع احجار اللي هو متجر المايننج، يعني في ناس يعني الموظفين المايننج الاصليين يحطون معداتهم بنفس المحل اللي عندي عند البيت. هذا اللي محطيه انا برا نفس المتجر، هم عندهم نفس الشيء اللي بالمايننج، فمحطين الاغراض اللي حصلوها جوا اللي ما يبوها، نفس الاحجار، نفس الملح، نفس النحاس. هاي اشياء مو مرغوبه مره كثير، فبروح بجيب لي كميه احجار بس عشان اسوي هذا الفرتنايزر، ما ادري شو اسمه. المهم انه هو سماد النباتات، المواد الكيميائيه اللي يخليها تكبر بسرعه. يا رب ما تكون الاشجار ماتت. انا اتوقع اذا وصل العدد لصفر يموتون، فلازم اخلي العدد هذا دائما مرتفع بالمويه وبال هذا الفرتايزر. في كلاب. اهرب. مو كلاب، جاكور وراي. والله مو وقتك يا الجاكور، ما راح اوقف لشيء ابدا. وتعرف شنو، انا ما في حد كذا يستهبل علي، لازم اوقف فوق الحجر. تعال وين الجاكور؟ هذا ما في طلق ليه؟ هذا والله شكله نمر يا شباب، مو جاكور. خلنا استهبل عليه، ارميه بالحبل. ابلع. عمي وخفت صراحه وخوفتني. اعطيه بالاسهم يا شباب عشان يتعذب. شوف السنجاب جاي هاجمه ولا شنو. نعطيه هيد شوت. ابلع بعينه، اعطيتها يا شباب والله بعينه. لا تمزح معاي انت، انا اقول لك متاخر. ثلاث نجوم شيلها يا حبيبي، ثلاث نجوم. بسرعه يا شباب خلونا. انا نسيت موضوع الاشجار، والله نسيت. يا رب ما تكون ماتت، مع انها ترى رخيصه يعني مو غاليه الاشجار. كم كان سعرها؟ 0.2 اعتقد سنت، ما نسيت صراحه، بس انه رخيص. اوكي وصلنا 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 يا شباب، وصلنا. يا رب المتجر يكون فيه احجار اخر. بسم الله ايش في هذا الحصان. والله ما نطيت لحالنا. اوكي المتجر موجود تحت. المتجر عصب الحصان، طاقاته صارت تعبانه يا حبيبي. وين خليك هنا لين ما انزل انا، مو راضي ينزل الحصان. راح اموت ولا لا؟ لا اوكي تعال من هنا بعدين. لا مو كذا. او ماي جاد يا شباب والله. طيب هذا هو المتجر، يا رب نحصل احجار من هنا. في احجار ولا ما في احجار؟ يا رب في احجار ولا هذا مو حجر؟ ايرون، هذا ايرون. انا ما ابي ايرون يا شباب، لازم اروح اشتغل الحين، لازم اشتغل بسرعه. الساعه كم يخلص المتجر؟ اوكي بعد 3 ساعات من المتجر راح يخلص المايننج، بعد 3 ساعات. خلني البس الكاب، ما يشتغل بدون الكاب اللي على راسه اللي تطلع اناره. طيب البيكاكس بسرعه. الاحجار فرصه الاحجار تطلع كثير، هذا احلى شيء. يلا اشتغل 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 بسرعه. يا رب من اول مره تجيني احجار يا رب. انا الاحجار كنت ابيعهم. لا اعطوني حديد. الاحجار كنت ابيعهم، اقول منو هذا الفاضي اللي بيجمع احجار. طلعت الاحجار مره مهمه، 3 محاولات طلعت بس حديد. لما ما اكون مركز على الاحجار تطلع لي يا شباب عادي احصل 50 والله العظيم. يا الله. طيب يلا هنا 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 هذا المكان، هنا احس هذا الحظ هنا في الجهه بيكون افضل. عندي احساس. الله انا اقول خلي احساسك لك يا عيسى. اوكي حصلنا احجار. كم حجر اعطانا؟ خلينا نشوف. اعطانا 4. انا ما اذكر صراحه كم كنا محتاجين، لكن بجمع احتياط اكثر عشان ما ارجع مره ثانيه. حصلنا احجار اعتقد كافيه. خلينا نشوف كم عندي احجار. شيل هذا من ايدك. عندي 5 احجار اعتقد يكفي اعتقد. يلا ليتس جو. حصاني وين؟ حصاني فوق. حصاني فوق. ما يمديني اركب كذا. شباب والله لعوزنا يا شباب. اوكي من هنا اعتقد يمديني. يا رب نط. ايوه ليتس جو. بسرعه نروح لاشجاري قبل ما تموت. انا اللي بموت مو اشجاري والله. ايوه هذا الحصان. انتبه، ما فينا بعد. بسرعه نروح لبيتي. خلينا نحدد على بيتي. لازم انتبه لان راح يطلع لي كاغور مره ثانيه، راح يطلع لي كاغور. بس حلو هذا اللي على راسي والله، حلوه افضل من اللانترن اللي يحمله بالايد. شوفوا والله كان سياره مو حصان. او ماي جاد. ابي حجر وراي هذا، وحصاني تعبان. ايوه حصلت حجر. يا رب ما اموت. جاني. وينه؟ اي هذا صار تحتي. يخرب بيت عيونه يا شباب، شوف طلع اضاءه عيونه. هذا راويك. ابلع حبيبي ابلع.
اسوي لك سكن. والله شكل ببيع جلده. 3 نجوم بعد نايس. شكل ببيع جلده بالمتجر عندي والله. بس لا ليش ابيع بالمتجر؟ هم الناس اصلا راح يشيلوا من عندي ويبيعوا هناك، شو الفرق؟ قربنا يا شباب. اوه لا 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 ما عند، ما في احسان تعبان. اوه ماي جاد يا شباب، ما في ولا حجر هنا اوقف عليه. خلاص مت يا شباب. شكرا يا الكلاب، شكرا. خلوني انزل بسرعه بسرعه بسرعه. اخي بكم كلب يا عيال. خلاص رحت. قطعوا ايدي، شوته، ذبحته ولا ما مات. ايوه هنا هنا، اركب فوق اركب فوق اركب فوق. اح مليون واحد تحتي يا عيال. لا 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 ارجوكم ارجوكم، ما ابي اموت والله ما ابي اموت. اوكي اعتقد الوضع تمام. يخرب بيتهم، شوفوا كم واحد. ابلع ابلع. لا هذا مو حجر، يروم يركبوا علي. حسبي الله ونعم الوكيل يا شباب. وين نروح وين نروح وين نروح؟ امانه ما ابي اموت. وين الحصان؟ الحصان ولا كان حصاني. اهرب، كفو كفو يا شباب، بس والله بينتقم منهم، عضوني. طيب انا برابيكم. هذا حجر، ايوه تعالوا. طيب اوكي اعتقد تمام صح. ابلع بس. وين اخوياك؟ وين اخوياك؟ اتركوك صح، اتركوك خلوك لحالك. الحمد لله يا شباب اني ما مت، والله فكرتهم قطعوا ايدي. بس شوفوا كيف شوفوا الدم على ايدي اليمين. والله كان الصراحه ما ادري كيف صراحه عشت، والله ما اعرف كم كانوا عددهم، 7 8 ما ادري كم. طيب يلا هذا انا بيتي بالخلف، بيتي فوق هنا. ان شاء الله يكون الاشجار ما ماتوا، ما نات مليون بالمية ماتوا، اتاخرت مره كثير. ايه شو هذا؟ شو هالشيء يا عيال؟ هذا شنو؟ مين محط هذا هنا؟ ما مديني اسوي له شيء، غريبه والله. يا عيال الحيوانات طالعين من برا البيت، في حيوان طالع برا البيت، مين اللي طالع برا البيت بذبحه. اوكي الدجاجه اعتقد موجوده، دجاجه هنا، ايوه الدجاجه هذه خلفي. خلينا نسوي لها فولو. تعالي ونروح نجيب البقره. حسبي الله يا شباب، شو اسوي بالبقره انا؟ خلها هي تجي هنا. انا المفروض نحطيهم داخل الغرفه. راح انقلهم. خلينا نجيب الدجاجه الحين. ايوه تتبعني الحين، حلوين. طيب الحين نروح نجيب البقره هذه بيذبحوها، والله لو شافوها الناس بيذبحونها يا شباب، ياخذوا اللحم. يخرب بيتها، وين واصله؟ وين رايحه هذه؟ مجنونه طلعت البقره. شوف وين جايه، تبي تتعرف على الغزلان شكلها. شوف وين جايه، شوف وين. تعالي 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 تعالي. لا لا انتبه عيسى، لا 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 عند ادعمها. ايوه تعالي كفو، حلوين. خلاص راح تجي لحالها. أو نسيت موضوع نسيت موضوع الأشجار، التهيت بالحيوانات. طيب البقرة راح تجي لحالها، أنا بس أبي أنتبه علشان ما أفعص، يعني ما أدوس على شو اسمه الدجاجة. طيب الفكرة كالتالي، كل ما يكون ليل راح أخلي الحصان حقي تعبان، خليه يروح. يلا بعدين تعال. ايه مثل ما خبرتكم ان دائما بالليل راح اخلي الحيوانات يكونوا داخل هنا. خلني اشيل الكاب اللي فيه اضاءه واحط اللانترن، اعتقد بيكون اوضح. ايوه بالضبط. وين البقره؟ وين الدجاجه يا اخي؟ ما تبين الدجاجه. ايه هذه موجوده. ايوه البقره بعد جات، شوف البقره فوق موجوده. حلوين ندخل الدجاجه لانها صعبه، يعني صعب انك تلاقيها بين الاعشاب. ايوه اوه الاشجار ما ماتوا، موجودين الاشجار. ايوه تعالي تعالي تعالي، حلوين. تعالي يا قلبي تعالي يا قلبي تعالي تعالي تعالي. ايوه ممتاز. خلينا نجيب من البقره الحين. الحمد لله على السلامه يا الصايعه، كم صار لك طالعه؟ ايوه تعالي داخل. حلو، ما يمديهم يفتحون الباب، ممتاز، هذا اللي كنت ابي انا. تعالي يا الله، الدجاجه راح تطلع الحين. عيال والله طلع الموضوع مره صعب، بس البقره مو راضيه تدخل. ليه البقره ما يمديها تدخل؟ يمديني احط عليها الحبل؟ تعالي. ما تبي ما يمديها تدخل البقرة داخل يا عيال، بس الدجاجة. خلاص خلي الدجاجة هنا. وين راحت الدجاجة؟ يا الله انا والله بتخبل يا عيال. ايوه هاي الدجاجة موجودة. خلاص خلي الدجاجة هنا. اوكي راحت داخل، سكر الباب. الدجاجة البقرة عاد، البقرة راح تكون شو اسمه، راح تكون برا. طلعت يلا بسرعة 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 بسرعة، خليها داخل. احبس الدجاجة داخل. خلاص الدجاجة صارت داخل الحين. البقرة لازم ندخلها هنا. اللي لا طلعت سكينة بالغلط. طيب نجيب البقرة هنا. كفو كفو كفو، قاعدة تلفل الدجاجة داخل، قاعدة تلفل. خلاص سكر عليها الباب، سكر الباب. ليه الباب ما يتسكر يا عيال؟ ايوه خلاص
يمديها تطلع البقرة. شوفوا لا طلع داخل، خليك داخل يلا. أعتقد الحين الوضع تمام، الوضع صار تمام صح يا رب. طيب خلنا نشوف الأرقام كم وصلت. 15 15. لازم أجيب هذا، أجيب السماد حق الزرع، عندي كل المتطلبات. نروح على سيرفايفل بعدين. كم يحتاج؟ 5 فايبر. أنا ما عندي 5 ولا عندي 5. وين الفايبر؟ أوكي أنا عندي 6 فايبر. لازم أجيب 2 بس، عادي بسوي واحد الحين بعدين بجيب الثاني، مو مشكلة. بيعطيني 2 هو لحاله. طيب كرافت سوي 1 لأن راح يعطيني قطعتين. الوين بسرعة 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 بسرعة، الزرع راح يموتوا يا شباب. ليتس جو. كفو، عطاني اياهم. اي انا ما أنا... انا متى ناديت الحصان؟ ما ناديتك حبيبي، روح ما احتاجك الحين. يعطيك العافية ما قصرت، بس يلا ابيك تروح. اوكي بسرعة بسرعة، وين الزرع؟ هذا هو الزرع. اوكي ماتت؟ لا ما ماتت. اوكي يا رب بسرعة بسرعة، اعطيها الاكل، اعطيها الاكل. كفو، اعتقد تمام صار الوضع. مفروض يزيد الحين. هذه ماتت يا شباب شكلها، لان ما مكتوب لي تيرم. طيب كيف اعطيها مويه؟ يمديني اعطيها مويه هنا؟ ووتر. والله ما انتبهت، الحين يمديني اعطيها مويه. شوفوا اوكي يا شباب، والله ما كنت عارف. زاد الرقم، ايوه زاد الرقم، صار شوي زياده. الحين دور هاي، دور ثانيه. يا رب ما تكون المويه خلصت. للاسف المويه خلصت يا عيال، المويه خلصت. ما في شو، وين؟ ما في عندي بحر هنا انا ولا نهر. والله بعيد، والله انا لازم اجيب لي الووتر بامب وازرعه هنا، لازم اسوي الحركه هذه والله. طيب وين حصاني؟ الحين احتاج حصاني. ايوه هذا هو الحصان. بسرعة. تعال بنروح البحر وبنجي بسرعة. في نهر جنبي مو مرة بعيد، بس انه لازم اوصل له بسرعة. لا قريب. والله فكرت هذا هو الشارع، هذا فكرت مويه هنا. ايوه هذا النهر، راح اعبي سطل المويه وعلى طول ارجع احط الشجرة الثانية. يلا انزل. ان شاء الله يمديني اعبي. ايوه كفو، عبيته خلاص. صارت المويه مو نظيفه، يا الله لازم اروح فالنتاين. يا عيال والله العظيم الموضوع صعب، انا فكرت بس كذا تعال وازرع، طلع واقعيه لابعد يعني ما اتصور. معناته لازم اروح فالنتاين، لازم اعبي المويه من الووتر بامب لانه انظف. هذه المويه يمديني بالكرافت، اعتقد بالكرافتنج يمديني انظف المويه اللي طلعتها الحين. اوكي لازم اروح اول شيء النار واشوف هل يمديني انظف المويه ولا يحتاج اشياء. يلا بسرعة. اوكي نروح على سيرفايفل كلين ووتر. شوفوا ايه بس كلين ووتر، حلو ممتاز، راح ينظف المايه ويخلي يعني، بس راح يغلي المويه، حطيها على نار وراح تصير نظيفه. اوكي الحين صارت المويه نظيفه. ليتس جو. ابي ابني نفس هذا يا شباب، شفتوا هذا الووتر بامب؟ هذا مره مهم. ما ادري صراحه من وين ينبنى، اعتقد شايفه مكان بس ما اتذكر والله، لازم اسال فيها راينر. مشكله راينر ما هو موجود، قال بيدخل بس للحين ما دخل. جاتني رساله من راينر، يا شباب، توي اتكلم عنه والله. كاتب لي هي سواء كم رقمه هو راينر؟ لحظة راينر، وين راينر؟ راينر رقمه 21، لازم نخزن رقمه أول شيء. رقمه 21، نروح نسند ليتر، نختار راينر، نكتب له ماي هاوس كم بليز. خلاص أرسلنا رسالة. الحين لازم أروح لحيواناتي بأسرع وقت وأروح للمزرعة علشان الشجرة الثانية ما أعطيتها موية. أتوقع أني بسم الله، أتوقع أني عرفت من أشتري الووتر بومب يا شباب، من محل الأثاث اللي موجود بالبيت. يعني في البيت في خيارات يمديك أنك تشتري أثاث، فهذا يعتبر محل أثاث يعني. طيب يلا نعطي الشجرة. البقرة طلعت، إيش فيها؟ تعالي خليك هنا. خلاص طيب خليك هنا. أوكي هذه 15، هذه كم؟ هذه 4. بتموت. طلع المويه واعطي. ليش ما يمديني اعطيها هذه؟ لحظه انا بالبدايه مين اعطيت مويه؟ اي هذه اللي ما اعطيتها صح. ليتس جو يا شباب، ليتس جو. طيب السماد هل احط بايدي نفس الحركه واعطيهم ولا شلون؟ لازم نتاكد. طلع السماد، وين السماد؟ الفينتايزر هو. اوكي هذا هو يا شباب، بس ما يمديني احطيها، ما ادري وين احطيها صراحه. خلي البقره تبعد شوي. تعالي البقره، والله عذبتني البقره هذه، يعني هي كيوت صراحه بس عذبتني. اوكي راينر ارسل رساله، كاتب لي اون ماي واي. حلو راينر جاي. طيب خلوني اخلي الحيوانات الحين تروح لبيوتهم وبعدين بجيبهم يا شباب، مو بيوتهم يعني اشيلهم. هذه الدجاجه عادي ما قاعده تسوي مشاكل، الدجاجه خليها. اسكر الباب، البقره انا خايف عليها صراحه، توي قاعد من فتحت الباب على طول جات. سكر عنها الباب، روحي معها البيت. انا قاعد اقول تسمعين الكلام، طلعتي ما تسمعين الكلام. خلاص راحوا البيت. طيب ابي اشتري ووتر، هذه راح تموت والله راح تموت. طيب خلونا نشوف محل الاثاث اللي هي ادوات الاثاث. نسوي مانج هاوس، نروح على فينيتشر. اتوقع راينر وصل. لا هذا حصاني،
ايه فنتشر لايت سبيد نيو كولكشن يمكن. ووتر 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 روح حرف الدبليو دبليو دبليو في ووتر ولا لا؟ يا رب يكون في ووتر، وانا متاكد انه فيه باذن الله ان شاء الله بيكون فيه. بس وين بحصل ما اعرف. ديكور يمكن مش موجوده يا شباب، مش موجود هنا. انا متاكد شفته محل بس وين بالضبط والله ما اتذكر، بس متذكر اني لقيته اللي هو الووتر بومب. خلاص هذه راح تموت، والله راح تموت يا شباب، بتموت هذه بتموت. لازم اضل اعطيهم مويه. طيب لا ما فيني اروح واجي اروح واجي. ما عندي هنا انا ووتر بامب، ممكن بالغلط او شيء، معناته لازم اروح مره ثانيه. هو شوفوا في جنب فالنتاين هنا في مكان، هنا في بيت. جتني رساله، لا علامه القفل ها حق بيتي. هنا في ووتر بامب، يعني مو لازم ادخل داخل فالنتاين. بس انا متاكد بشوف راينر، ممكن اخلي راينر يروح يشتريها على ما انا اهتم بالحيوانات والزراعه. ايوه هذا البيت اللي فيه ووتر بامب في الخلف، بعبي المويه على طول وبرجع. بس لسه ما عرفت شلون احط السماد. ايوه هذا الووتر بامب ولا لا؟ اي هذا هذا، شوفوا نفس ما خبرتكم. هذا يمديني اشتريها من مكان، بس والله ماني متذكر، بس متاكد اني لقيتها انا. يلا بسرعه 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 اخذها معاك. صار معبى عندي ولا لا؟ اي صار معبى. وات يمديني اعبيه اكثر من مره ولا لا؟ يقول لي ما عندي. يمديني يمكن اشتري 10 تعرفون؟ ثواني 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 ثواني. اتوقع والله اعلم انه يمديني اشتري اكثر من واحد واعبيهم كلهم مع بعض. لازم اروح على محل شو اسمه؟ محل الزراعه، محل البذور حق المزارعين واشتري بسرعه بسرعه يا رب ما تموت. كان الهيلث حق الشجره 5 أو 8. اكيد راينر صار هناك ويستناني. ايوه هذا هو المكان. يلا انزل 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 انزل. ايوه هذا هو. سوي مينيو واشتري 5 دولار اشتري اشتري 8. ايه اشترينا 8 يمدينا. شوفوا والله طلع يمدينا. يلا بعبيهم كلهم مويه معناته، بس ما ادري هل يصير اعبيهم كلهم مويه ولا لا. اتوقع بس يمكن راح يقول لي انك يمديك تعبي واحد، لازم تروح تفرغه بعدين تجي مره ثانيه. ابي اتاكد ابي اتاكد ابي اتاكد ابي اتاكد. لا يمديني، ليتس جو، يمديني اعبي 8 كلهم مويه يا شباب. حلوين والله، ما كنت عارف المعلومه هذه. يلا مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه، عبي كل شيء عبي كل شيء اللي عندك. اخي اخر تعبايه وراح يكون عندي 10 سطل مويه. ممتاز. اعتقد بس اعتقد ان شجره واحده منهم ماتت، اعتقد انها ماتت صدقوني. طيب يلا روح 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 بسرعه 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 بسرعه، روح لبيتي روح لبيتي. الحصان والله تعب يا شباب، حتى شوفوا ما عندي وقت اغسل الحصان والله، ما عندي وقت انظفه. كفو كفو كفو. وصلت البيت وصلت البيت وصلت البيت. وين راينر؟ مش موجود. اوه لسه موجوده. كم صار هالثا جروين؟ هذه خلاص اوكي، ما كانت بتموت. اذا كانت بالاحمر بتموت. الحين خلاص يمديني اطلع الجزر اعتقد، صح؟ خلنا نشوف. بالضبط اعطوني 8 كرتس. ليتس جو يا شباب. ايوه هذه الكرت، شوفوا ليتس جو. خلينا ناكل وحده بس، ناكل نجرب الطعم. والله ممتازه يا شباب، ممتازين يا جماعه الخير ممتازين. طلع ما يحتاج مويه، خلاص راح نحط الاغراض اللي جمعناهم. نروح على الشوب انفنتوري، بحط الجزر اللي جمعته الحين 6 او اي 6 بحبيعهم كلهم. الوحده راح ابيعها ب 3 دولار صح ولا وحده ب 5 دولار؟ ممتاز. الحين كذلك شو رايكم اخلي المتجر هذا؟ راينر جايني دائما يجيب لي هديه، جايب لي جاغوار. طيب الحين بخلي راينر يشوف بجيب البقر بجيب البقر ثواني بجيب البقر يا شباب. جيب البقره سوي لها تشوز، جيب كذلك الشيكن سوي لها تشوز. خليهم يتبعوني. شوفوا الجيش، عنده جيش انا. يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا راينر. هلا هلا مدعيس، كيف الحال؟ يا مرحبا الحمد لله ربي عافيك. اقل جايب لي هديه؟ هذا عشان اليوم هذا. يا سلام يا سلام. لحظه بخلي البقره تاكل من الجاغوار. يا بقرتي العزيزه اهجمي على الجاغوار. يا رجل هذه اعشاب وليس لحوم. يا حبيبي انا بقرتي مختلفه، ما عرفتك على البقره. عندي بقره ودجاجه شوف. يا مرحبا، شرفتونا. ويلكم ويلكم. هذا صاروا معانا بالتيم. انا اشتريت كذا وحده بس ما عرفت كيف هذا. اشتريت انت الحين؟ والله اشتريت وكذا براث بقرات، ما اعرف اشتريت وايد بس ما طلع. شوف ترى الموضوع مو سهل، يطلعون لازم تكون تراقبهم 24 ساعه تراقبهم، يعني مو تسوي لهم فولو. لما تحط عليهم يعني بعضله الماوس يقول لك جريز، يعني تخليهم ياكلوا الاعشاب ويستكشفون. انت في الحاله تطورهم، بس المشكله يطلعون برا، يعني المكان حطيتهم هنا بس يطلعون. ليش ما يلحقونك ومعاك هنا يطلعون؟ هي بعد لازم اثبت ان البوابه. لا اقدر اشتري بوابه؟ لا ما تقدر. طيب اسمع، يمديني اشتري ووتر بامب؟ انا لقيت مكان بس ما اتذكر. هي تقدر تشتري الووتر بامب، مش موجود في الفنتشر بالبيت. بشتري لك انا اياه. من وين؟ من نفس المكان البوابه. من نفس المكان عند
باب؟ ما في عند باب، دورت والله ما عند الباب. انا اتذكر شفته في محل بس ما اذكر وين، متاكد انا شالوه اتذكر حتى انا في بلاك ووتر شالوه خلاص. والله كان في معد مال اثاث وهذا كامل كله شالوه وخلوه على حقه الانفنشنشر ما يسمى فينيتشر فينيتشر. لا 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 تتعس على دجاجتي. اي دجاجة وين دجاجتي؟ هذا خليها تدخل تذبحهم عواش. لا لا راينر والله يا راينر بتنهي علاقتنا انت كذا. لا دجاجة لا 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 حرام والله حرام، صار لهم 10 دقائق معي حبسوني راينر انا صرت الدجاجة. لكيف؟ لا لا انا دخلت داخل قصد. اسحبني اسحبني. ايه ايوه يا سلامي عليك. البقره وين البقره؟ هذا اقول لك وين احط لك الوتر باب. حصلته؟ لا لا غير 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 مكانه من هنا. وين تبغى احطيه؟ والله انك كفو وحش. جيبه هنا هنا وين انا واقف. ايوه يا سلامي عليك والله انت. لا يمين 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 بعد. ايوه يمديك تلفها صح؟ ايوه. طيب اسمع شو رايك نسوي قعده وحركات ونار بالنص؟ اوكي بنسوي الحين بس الحين هذا هناك تبغي هني؟ بعد شوي بيسار وين انا واقف هنا. ايوه بس خلاص كفو كفو وحش. طيب شفت الدجاجه حطيتها داخل البيت. والبقره بعد شوف. داخل البقره عادي خليها هنا. بتموت داخل بتموت. ما بتموت عادي في اكسجين بس لازم تجيب لها ديك ترى. بتنحبس عشان يتزوجون ويجيبوا والله ها؟ بتنحبس مثل ما انت ما انحبست. لا عادي عادي. خلنا اسوي له هذا السكن. شوف شو هذا شوفه قرص. ليجندري تمزح. اي والله تجندري. كم سعر هذا؟ هذا سعره 450 على ما اعتقد. والله العظيم كفو. انا عبالي العادي. لا حبيبي ما اجيب لك شيء عادي، يسموني سعود اسطورة. اسمع شوف شو حطيت لك داخل. في المتجر. شفت المجوهرات اللي حطيناها راينر كلهم اشتروها. والله ولا مجوهرة موجودة. اوف هذه بعد تمت الزرقة هذه. هاي هذه الحين حطيتها الحين. جزر. صرت ازرع. ايوه زرعت الجزر. حلو تعب احط لي احط. اسمع المتجر هذا بيكون عباره عن زرع عن زرع عن زرع، شو رايك؟ لان الاكل هنا صعب وبسرعه ينقص. والله هذا اللي الفواكه تزيد الهيلث بشكل اسطوري. فشو بنسوي؟ ايوه بنجمع انواع كثيره، يعني شوف على كل شجره واحده طلعت ثمان حبات جزر. فبروح اشتري بشتري سبع انواع ومن كل نوع بشتري اثنين، يعني اثنين مثلا اثنين تفاح اثنين موز اثنين برتقال كذا عرفت؟ ستة بيعطوك ستة. لا ثمانية. هذا انا زرعت التفاح واليارو يطلع من كل شجره من كل شجره يطلع لك ست حبات. عيل هذا اعطاني ثمانيه انا الجزر ممكن الجزر غير ما اعرف. طيب خلاص مو مشكله بنعبي المكان كله زرع هنا عيل، بنسوي البزنس والاشياء اللي بطلعها من البقره واللي بطلعها من الدجاجه كذلك البيض والحليب راح احطي بالمتجر، يعني بيكون بالمتجر هذا خاص بانتاج البيت والمزرعه حقتنا عرفت؟ ايوه تمام زين. هذا اللي بنسويه. اسمعني زين ما سالتني وين حصانك وين اللي هذا اي وين حصانك صح؟ انا حبيتك انا شفتك تمشي. هذا قادم انه قادم شو اشتريته؟ اي والله اشتريته. يخرب بيتك هذا العربي صح؟ انا كلمت المسؤولين اللي هني وقلت لهم انه كذا 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 وبدفع لكم المبلغ. تعرف كم دفعت؟ طاقات اعلى عن طاقتي بشوي ترى. ايوه واقول لك هذا الروز العربي. انت اعطيتنا والله انا رهيب. انت اعطيتنا 1500 وازيد عليهم 1500 ثانيين. ثمان خلني اجرب ابجيك. يا شباب هذا حصان العربي الروز. والله رهيب. طاقته مرة شوي أكثر عن طاقتي، بس يظل الأبيض هيبته أفضل يا حبيبي. أوف والله أنه رهيب. رهيب حصانه. بالبركة يا راينر. نظف لي الحصان لو عندك البروش. يا سلامي عليك كفو. ثم يا جماعة الخير لين هنا وصلنا لنهاية المقطع، المقطع الجاي بإذن الله تعالى راح نتوسع أكثر في عملية الفارمينج وراح نزيد الحيوانات، عرفنا كيف الشغلة وبحاول أظل وقت كثير مع الحيوانات بشوف عملية الإنتاج وكل شيء بإذن الله تعالى راح يكون مصور لكم. فشكرا على المشاهدة، لا تنسون الدعم واللايك والأمور والاشتراك واكتبوا لكم كومنت حلو كذلك. يعطيكم العافية، كان معاكم عيسى 400، سلام.